مساء الخير. بدأ مشواره في سابع سما وكانت الفرص لا تعد ولا تحصى، لكن الأيام حملت له قضايا وانكسارات وفشل وسوء إيرادات. معانا الليلة في سابع سما الفنان تامر عبد المنعم. إذن تامر عبد المنعم في ضيافة الليلة في سابع سما، مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. رمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. عامل برمضان إيه؟ رمضان عامل معك إزاي السنة دي؟ جميل. مستعد لسابع سما؟ مستعد. يعني عندنا ثلاث فقرات هنلعب مع بعض، ونبتدي بالفقرة الأولى اللي هي بعنوان على عماك. على عماك هتختار صندوق من الصناديق الموجودة الثلاثة معانا. أوكي، أني صندوق تختار؟ لأنك الصندوق اللي هتختاره على عماك بأسئلته بمصايبه بحاجاته الحلوة والوحشة. اللي جنبك. ليه اخترت اللي جنبي بقى؟ لأنه مفتوح. بتحب الصناديق المفتوحة. ما ده كمان مفتوح. خلاص، لقلبه ما يريد. مستعد؟ بسم الله. مالك يا تامر؟ في ايه يا تامر؟ أحلى تكون بموقف المذيع صح؟ أكتر ما تكون بموقع الضيفة. على حسب المذيع. النهاردة إيه؟ تتمنى إيه؟ لو مبسوط. إن شاء الله يا رب دايما. يلا تامر. نعم. أنت شخصية مستفزة أم مستفزة؟ الاثنين. إمتى كده وإمتى كده؟ أنا سريع الغضب. سريع الانفعال يعني. سريع الغضب. وممكن ما افكرش لما اشعر بظلم علي او على غيري. يعني لو انا شعرت ان انتي مظلومه وانا ما اعرفكيش هدافع عنك. اوكي، بالمطلق. بالمطلق. وممكن يكون ده هيعمل لي مشاكل، انا ما بفكرش بقى في المشاكل دي. اوكي، ساعتها بقاش افكر فيها. مستفز للبعض نتيجة أكتر من عامل. خلي بالك أنا صريح جدا. صح، عشان كده أنت موجود معانا الليلة. أشكرك. أولا أنا شغال في فاترين، فأنا عرضة زي ما أنت عرضة، زي ما أي واحد بيطلع على الشاشة دي عرضة، إن هو يكون محبوب، مكروه، نص نص، عدة. صح، كلنا. صح. نمرة اتنين، في فترة من الفترات كانت آرائي مختلفة ومش عايز أخوض فيها، لكن آرائي كانت مختلفة. وآرائي كنت أنا بقى أعضدها، أولاً إن أنا كان عندي برنامج، ثانياً إن أنا بكتب، فعندي وسيلة للتعبير. عندي وسيلة مهمة للتعبير، وعندي أرشيف كبير من اللي كتبته. وانا ما بحبش الحل المائل، وما بعرفش اقول انت اهلاوي ولا زملكاوي، فاقول لك انا زمهلاوي. في ناس كده تحب تبقى زمهلاوي. يا ابيض يا اسود. انا اهلاوي. يبقى انا بحب النادي الاهلي، بس انا بحب مرتضى منصور. اوكي، يمكن هالقرارات المنفعله او الانفعال الموجود فيك خليك تاخد قرار الاعتزال بفتره من الفترات، قلت انا هعتزل ونزلت المنشور بتاعك على الفيسبوك. وما اشتغلتش من ساعتها. خلينا نشوفه، ارجع افكرك في المنشور اللي انت نزلته على الفيسبوك. انا عملت فيلم قلت فيه وجهه نظري، وحاربت عشان انزله. ده كله موجود زي ما المنشور ده موجود. مع رقابه، مع توزيع، مع مع مع. نزل فيلم. الفيلم بيهاجم جماعة ما. أنا ما عنديش مشكلة إنك أنت ما تحبش الفيلم، ما عنديش مشكلة إن أنت تشوف الفيلم بايخ، دمه تقيل، ما عنديش مشكلة خالص إنك ما تشوفش الفيلم. مشكلتك فين؟ لكن عندي مشكلة إنك تهني. أنا ما بحبش
رغد شالهوب ممكن اقلب القناه بكل بساطه، خلصت الحكايه. لكن انا اشوف رغد وادعي كذب وافتري عليك وقلب واشتمك. لا واشتمك، وعفوا اشتم والدك او والدتك او اخوك او زوجتك او بنتك. دول التنمر، فكره التنمر، ووجدت هذا التنمر موجود بشراسه. هما بيلعبوا لعبه حلوه قوي. نزل فيلم شخصاتي تو، تويتر اللي انا اتعمل لي فيه ايقاف، ممنوع انا ابقى في تويتر خالص، ان اللي كان بيشتمني كنت بشتمه لغايه دلوقتي. ما حاولتش ترجعه على فكره ولا عايز يرجع، يقولوا تامر عبد المنعم في السيرش، فتجدي اسطمبه بال 400 تويته، ما هي لجان تسفيه، تسخيفه وشتايم وقله ادب واشاعات. الفيلم جاب 20 جنيه انا منتج و... انا منتج الفيلم وانا عضو غرفه صناعه السينما. فما اقول لحضرتك على رقم جه، هو الرقم، والرقم اللي انا قلته ما هواش 20 جنيه وما هواش 30 مليون جنيه. هو كان كام؟ الفيلم ده جاب 1,400,000 وحاجه في الدخل، وده كان صدمه بالنسبه لي. لكن انا كنت واعي ده ان ممكن الفيلم ده لو سينما ضربت انفجار اي مكان هخسر، فكنت لازم ابيعه الاول. فبعته لشركه روتانا، والفيلم بيتشاف الى الان، وبيتم مقارنه شخصيات بالشخصيات اللي قدمتها، وقال وجهه نظر مخالفه للمتنمرين دول. فلقيت روحي ان انا هزق نفسي انا بقى علشان واحد قاعد ورا شاشه بيشتمني ولا بيقل ادبه عليا ولا. شوف معايا برضو المقاله دي تامر. شفتها دي، الذي فشل في كل شيء وحتى مفندين، يعني اذا منفوت بتفاصيله، يعني ما فيش حاجه سلمت منها. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هذه المقاله نزلت وانا بعمل مشخصاتي تو، دي كانت بدايتها. لما عملت برنامجي على 90 دقيقة وهاجمت هذه الجماعة، نزل نفس المقالة دي اسمه التاني. نفسها؟ هي أختها، هي نزلت بثري فيرجنز. مرة مع المشخصات دول، مرة مع شغلي في الهوا لما عملت توك شو رسمي في قناة وكان المحور، وبعد كده اشتغلت في العاصمة، وكانت تجربة موجودة. انت شئت أو أبيت هي وجدت ولها ايجابياتها ولها سلبياتها. والمره الثالثه مع طلوع مشروعي بتاع ابدا حلمك السينما بين ايديك، اللي بنعمله في كل محافظات مصر لتوعيه الناس وتثقيفهم سينمائيا. في حرب ممنهجه؟ في حرب ممنهجه. انا بقى رديت على هذا المقال، رديت بس بطريقه حتى الناس عتبتك عليها تامر، لانه لا ده انا عايز اشوف. انا مش فاكر انا قلت له انا 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 هشوف لو سمحتوا الفيديو اللي رد من خلاله تامر. لا مش تامر. فيديو، رديت بمقال. لا وبرده حتى بالفيديو انت ردد تامر على يمكن الحرب اللي حصلت دي، الناس لمتك انه ازاي تستخدم الالفاظ دي والتعابير دي، يعني كنت انفعالي اكتر من اللزوم عليها. ازاي؟ هنشوف. جهزوا لنا الفيديو. تهزر او تتصور انك بتاع، انا ممكن ارفع عليك قضيه وممكن اهزقك، لان ما فيكوش واحد دمه خفيف، يعني كلكم عيال مش عايز اقل ادب يعني. فما هنهزر هزار قليل ادب، ممكن اكلك على قفاك مثلا عادي جدا، او على قرعتك، او يعني مثلا بقول لك الحاجات دي. في فرق بينك تكون بتقدم شيء وان انت تكون قليل ادب. انك تكون قليل ادب مع واحد قليل ادب بقى، فاهم؟ يعني همسكك ههينك ههزقك، يعني احنا عارفين بعض، يعني خليك جدع عشان اللي بيته من ازاز، يعني ما انا ممكن اطلع اسخف عليك سخافه ما تتخيلهاش، وبجد يعني فاهم. في حاجات، او في واد على اليوتيوب تلاقيه طالع واد تخين كده وبدقنه وما بيعرفش ينطق وبتاع، ومن الثدييات ما تفهم ولا ايه، مش عارف ده ايه، كبير كده شويه من هنا، هو اعتقد انه من الثدييات. بتقل مني انا بالجزمه اللي في رجلي وديك على وشك، انت عيل مش اكتر من كده يعني. انا مش انا مش هتكلم. لا ما تتكلميش. هو انت مش حضرتك عرضتي المقاله الاولانيه؟ انت عايزاني اتشتم واحط ايدي ورا ظهري واستناه يشتمني تاني؟
لا هو أخذ عليك أنه أنت بمركزك وشخصيتك مش مفترض ترد بهذا الأسلوب، ممكن ترد بس بأسلوب ما هذا الأسلوب؟ أنا لم سكت مطوة ولا قلعت الجاكت ولا قلت لفظ نادي. يعني أنت اليوم لو أتيحت لك ترجع تعيد نفس الكلام؟ هتعيد نفس الكلام. هتعيد نفس الكلام عادي جدا. وعلى فكرة بقى خدي دي فوق الموضوع، يعني ده أنا لو قابلت اللي أنا بتكلم عليه ده ولو أنه هو مش موجود في مصر يعني، لكن مصيرهم هيجوا بجد، هضربه على قرعته أو هضربه على قفاه. أنا ما بنساش إهانة، ما تهنيش وما تفتريش علي. وبعدين أنت مركز معايا كده ليه؟ هو مش غريبة دي شوية ولا أنا غلطان؟ لأنه أنا برضو شفت أنه مش مدين لك أي كريدت، يعني لا سينمائيا لا كتابة لا كبالإذاعة. أنا طول الله في برسيمة، أنا أوحش الناس. إيه الأهمية اللي عند ليا يعني اللي تخليك تنزل وتعمل كل ده؟ هو أنا خطر قوي كده عليك؟ هو أنا خطر قوي كده؟ أنت عرفت مين؟ طبعا عارف مين. مين؟ بعد الحلقة أول أنا عارف مين، وعارف مين بيحرك إيه، إمتى، إزاي، فين. هم بمصر ولا خارج مصر؟ خارج مصر. خارج مصر. وليه الحرب دي عليك؟ ليه؟ I don't know. أنا عملت فيلم، قلت رأي مخالف للرأي اللي بس كان. مش أنت أول واحد بيعمل فيلم؟ لا أنا كنت أول واحد أعمل فيلم في المنطقة دي بالرؤية دي بالتأريخ ده. هم أرخوها بشكل تاني. ما هي في 2011 مصر تحولت إلى ثورة وإخوان وسلفيين وفلول أنا كانوا حاسبيني على الفلول. أنا كانوا حاسبيني على الفلول. أوكي. أنا يا سيدي فلول. أنا ما شتمتش لما عملت حاجة بتروج لأفكار ثورية. أنت معاك الباسبور وأنا معايا الباسبور. ودي وجهة نظري ودي وجهة نظرك. أنا محترم وجهة نظرك، لكن أنا ممكن أقول وجهة نظري اللي تبقى قدام وجهة نظرك. لا، هو مش عايزك تقول وجهة نظرك. تامر صراحة ما خفتش؟ لا أنا ما بخافش. لا انتبه، لأنه الموضوع أصبح فيه تهديد بشكل شبه أنا نزلت مرة لقيت رصاصة في عربيتي يا فندم وأنا بصور فيلم ده. أيوة، وقمت بالبلاغ وعملت اللازم وفحصوها في الداخلية، طب الشرع شافها وكانت شبه رسالة إنك ما تعملش الفيلم ده. يعني نوع من التهديد. وجالي أكتر من تهديد، ما تعملش مرسي، ما تعملش خيرت الشاطر، ما تعملش. انا ما بخافش من حاجه، لان انا جالك التهديد ازاي؟ على التليفون؟ على التليفون وعن طريق خطابات وعن طريق رسائل. خفت على عائلتك؟ اخاف على اولادي. خفت عليهم؟ اخاف على اولادي. كان عملت احتياطات معينه؟ طبعا. لكن هم كمان اولادي دول جدهم فريد الديب من ناحيه وجدهم محمد عبد المنعم، يعني هم اولادي دول غلابه برضه، يعني كان عندهم اكثر من جبهه مفتوحه عليهم. لكن انا ما بخافش، لان انا مقتنع بان كل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وانا بعمل اللي انا حاسه واللي انا شايف انه صح، من غير ما انا مفيش حد له حاجه عندي. هو خلص كل حاجه في المقاله دي، خلص المقالات، انتقلنا على حاجات على التلفزيون. خلينا نشوف مع بعض او بشكل فيديو. يعني هو ده من جديد بس مش هقول اكتر من كده. تامر عبد المنعم يؤلف فيلم جديد يخش في موسوعه اسوأ افلام في تاريخ السينما كالعاده، كل فيلم ينافس الفيلم اللي قبليه. انهي اسوأ؟ انهي اوحش؟ انا هخليكوا كده ما تعرفوش تنقوا انهي اوحش من التاني. ودي تويستايه جميله جدا، حركه حلوه يعني عامه. ولو تفتكروا طبعا فيلم الشنطه، انا نزلت بوست عليه قبل كده عندي على انستجرام انه حقق ايراد يومي يوم من الايام 730 جنيه. الفيلم بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنانة شيرين. خليني ابسط شوية الأمور معك. ليه ما هلا الطريقة في مدارس مختلفة بالإعلام، في بعض المدارس بتعتمد الأسلوب ده الصريح الدارك. أنا بدي أخذ وجهة النظر تاني. خليني أنا معك بوجهة النظر. ليه ما نعتبروش رأي؟ أنا ما عجبنيش الفيلم، أنا عاوزة أبدي رأيي. عظيم يا سيدي، إيه رأيك؟ وأنا عملت له إيه ده؟ ما كلمتوش، انا اول مره اشوفه على فكره. شفتوش؟ تعليقك ايه اول مره بتشوف؟ ولا حاجه، بس دي مش ده مش اسلوب يعني.
ممكن طارق الشناوي يكتب يشرح الفيلم اكتر من الكلام ده، اكتر علميا يعني، والواحد يحترم رايه. لكن ده اسمه تنمر، ما عنديش رد عليها. انا هو يعني انا ما اعرفش ده مين، مش تقليل منه والله ما اعرفه ده مين، لكن رأي. اوكي انت مكلف روحك وجاب 730 جنيه والفيلم بطولة بيومي، فطب انا مالي يعني؟ لو هو حتى الفيلم بطولة بيومي فؤاد انا مالي؟ طب لو كان مؤلف غيري اللي كبه او فيلم تاني جاب اقل منه زي فيلم بيومي فؤاد برضه كان اسمه شاوشنك ولا مش عارف اسمه ايه وما جابش فيلم، ليه ما اتكلمتش عليه؟ ليه بتتكلم عليا انا؟ أنا تفتكر هو ضمن دائرة الحرب التي شنت عليك في وقت من الأوقات؟ أي دون نو. لا ده قريب، ده من الشنطة السنة دي اللي فاتت. بلاس بقى فيلم الشنطة ده أنا بنتجه أنا وصفوة غطاس لصالح منصة فيو. حبا في الفيلم وفي السينما. قررت أنا على عكس رغبة صفوة غطاس تعالى ننزل بيه داخلي. ليه؟ إن شاء الله 10 نسخ. علشان يخش في تاريخ السينما، يبقاش فيلم اتعرض على منصه. تعالى ننزل بيه. طيب ايا كان اللي هيجرى. تمام. جاب 100، جاب 200، جاب مليون، جاب 20، بس اسمنا نزلنا يعني. اسمه نزل الفيلم. طب ليه ما جبت سيره فيلم كان نازل معاه بتاع خالد الصاوي وفعلا ما جابش 120,000 جنيه؟ مش فاكر اسمه ايه، وفيلم حلو جدا على فكره، فيلم عظيم. شفته في قصر السينما. مش متذكره دلوقتي، مش متذكر الاسم، بس هي ليه ما جبتش ده وجبت ده؟ خلينا عنك انت، خلينا في موضوعك. ايوه كامل. ليه؟ ما هو ده موضوعي على فكره. لا يعني ليه احنا بدنا نقول ليه ما نجيب سيره التانيين فشلوا ولا لا؟ خلينا نقول ليه مركز معاك انت ليه مركز معايا؟ ايوه ما هو ده السؤال على فكره. سيبك انت يعني راجل بتتابع الحاجات كده، ليه انا بالذات؟ تحليلك ايه بقى؟ اي دون نو. لا لانه انا احنا عم نعمل السيرش والبحث، لقينا اكتر من جبهه ضدك. اوكي اكتر من جبهه يعني مقالات اشخاص بتطلع بتعمل. ليه انت في دماغهم بهذا الشكل ولا عاطينك كريدتس لاي حاجه صراحه؟ اساليهم هم. لا انا عم ما انت بالموضوع يعني، انت اللي اساليهم هم مش اساليهم انا. ايه بالموضوع؟ انا اعرف منين؟ بقول لك انا اول مره اشوف ده، معرفوش. انا معرفوش، انا اللي اعرفه حاجه واحده فقط، الشارع يعني، الناس، تعامل الناس، تعامل الشارع، تعامل البشر. انا عندي يقين ان اي حد في الدنيا في ده وفي ده. ده بالشكل اللي انت شايفاه ده ليه؟ علامه استفهام. انا ما تفتكر مأجورين؟ لا ما فيش حد مأجور، لكن ممكن متغاظين من ايه؟ ممكن حد مطلع. ما هو انا تامر عبد المنعم برضه، مين ده؟ يعني معلش سامحيني يعني. مين حضرتك؟ انا تامر عبد المنعم. انت مين بقى؟ انا يا سيدي عملت فيلم الشنطه وفيلم امير الظلام وفيلم المشخصات وكلهم فشلوا، بس انا عملت. انت عملت ايه؟ برنامج على اليوتيوب؟ تامر لو انت فشلت في حاجه ده كبير كمان على الصوره دي، كبير في السن على انه يتصور صوره زي دي. انت مين؟ انت بتكلم واحد معروف هو مين يعني؟ ما امشي في الشارع معروف انا مين، او معروف بطاقتي واشتغل ايه او كده. انت مين؟ عملت ايه؟ دفعت ضرائب ايه؟ انت دفعت ضرائب قد ايه؟ لو انت حسيت بفشل في مكان ما او بعمل ما، عندك الجرأة تقول انا فشلت؟ طبعا. قد ايه نسبة الفشل بحياتك والنجاح اذا بدنا نقول 50-50. مسيرة مهنية 50-50 طبعا. ايه وانا اله؟ هو انا اله يعني؟ ما انا عارف انا فين كويس قوي، انا عارف انا فين كويس قوي، وعارف حدودي كويس قوي، وعمري ما تخطيتها. لكن مش معنى ان انا معتز بروحي ان هقعد اسمع اسمه ايه الراجل ده. مش عارفه. طب لما تعرفي بلغيني. ها
محمد فؤاد في خلافات شخصيه بيني وبينه، طلعته 7 سنين. ابراهيم عيسى، بصي هو لا كده ولا كده. انت كنت عم بتحاول تدافع عنه صح؟ ادافع عنه ان انا ضد المنع. عمو بيكا الثانيه ازاي؟ هو مظبوط قال لك نظف قلبك من الغل اللي فيه؟ انا هنظف قلبي. زينه كانت خطيبتي. هو مين اللي كتب لحمو بيكا الرساله اللي كتبها لي؟ مين؟ معرفش. شكلك كان في حدا بدماغك والقضايا لسه القضايا شغاله. وانتوا بتتعشوا مع بعض؟ عادي. اختلفنا بس في بعض الحاجات، ان هو تدخل في حريتي الشخصيه. شاكك بحدا؟ بيني وبينك شكيت لحد ما اتاكد.